الأولاد أيضا لهم حقوق، وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه أو يحسن ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. يرى نفسه مسؤول عن تهذيبه، عن تربيته. الأب مو فقط مسؤول اقتصادي في البيت، يجب أن يكون مربي، مربي لأولاده، مربي لأبنائه وبناته، وكذلك الأم. إحنا الذين نجد في آبائنا في أجدادنا هؤلاء الأخيار الأبرار تلك الروحيات المرتفعة. ليش؟ لأن آبائهم أمهاتهم كانوا يهتمون بهم. بداية كل شيء التوجه والاهتمام. إحنا أولادنا منو دا يربيهم؟ منو دا يربيهم؟ حقيقة الواقع القائم مفجع إلى أبعد الحدود. الراديو يربيهم، التلفزيون يربيهم، الفضائيات تربيهم، الإنترنت يربيهم، أفلام الكارتون تربيهم. كيف تربيهم؟ أنا أذكر لكم دراسة في الفضائيات العربية، حقيقة الأرقام مهولة. شوفوا أولادنا شلون دا ينشأون. حتى أفلام الكارتون البريئة اللي ترونها بريئة، هذه من أخطر الأشياء على أولادنا. لعب دا يلعب، هذا مو لعب، هذا مو لعب، هذا مفهوم. هذه قيم مضادة دا يغرسوها في أذهان أولادنا وبناتنا، أبنائنا وبناتنا. لاحظوا هذه الدراسة في الفضائيات العربية، تقول هذه الدراسة: العنف المتلفز له تأثير كبير على شخصية الطفل، يصبح أقل إحساسا بآلام الآخرين ومعاناتهم، أكثر ميلا إلى ممارسة السلوك العدواني، ويزيد استعداده لارتكاب التصرفات المؤذية. الطفل هذا عجيب، في عمر 11 عام يكون، هذا لازم يصير بحر العلوم، هذا الطفل بحر العلوم. طفل كان قاعد في مجلس وإذا به يخرج باكيا، قالوا له ليش؟ ايش فيك؟ قال: واحد من الحاضرين اغتاب مؤمن، كيف أجلس في مجلس يعصى فيه الله تعالى؟ هاي التلفزيونات تربي هالشكل أفراد. الطفل في عمر 11 يكون قد شاهد نحو 20,000 مشهد قتل أو موت. يقولون اللي يغسلون الأموات الموت يصير عادي عندهم، صحيح لو لا؟ هذا كل يوم يجيبوا له 20 ميت. إحنا عندما نشوف ميت تنقلب حالتنا، نتأثر. أما هذا غسال الأموات كل يوم يجيبوا له ميت. هذا الطفل شايف، الطفل العربي شايف 20,000 مشهد قتل أو موت. هذا بعد تكون عنده حساسية إذا شاف واحد في شوارع بغداد، واحد من الإرهابيين قتل واحد، طبيعي 20,000 عملية قتل شايف، هذا 21.
يعني واحد على 20,000 طبيعي. هؤلاء الإرهابيين في العراق البعثيون وأمثالهم من جملة العوامل هذه الفضائيات العربية مربيتهم، هاي من جملة العوامل. قتل طبيعي. قبل كم يوم كان كاتب فلان واحد قايل يقول قاتل إنسان، كنت أتصور أن قاتل إنسان تجربة خطيرة في حياتي. قتل، إحنا المتدينين حتى ما نرضى نقتل فد نملة وجداننا يعورنا، مو نقتل نملة نأذي نملة، واحد يجيب إيده يأذي فد نملة يشب ماء عليها وجداننا ما يرضى. هذا الرجل في العراق يقول الإرهابي يقول كنت أتصور أن القاتل تجربة مثيرة خطيرة كبيرة فيها، بعدين قتلت رأيت أن قتل إنسان مثل سحق نملة هالشكل. هاي الفظائع اللي الإرهابيين بالعراق دا يسوون من قتل وتعذيب. هذا الطفل اللي 20,000 مشهد قتل أو موت شايئ، بعد القتل يكون عنده فد مفهوم إحنا المتدينين، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا الطفل في عمر 11 شاهد أكثر من 80,000 مشهد اعتداء، حتى في أفلام الكارتون اعتداء أكو في 10 دقائق 20 مرة، هذا يلكم ذاك وذاك يلكم هذا، تشوفون الطفل هو يجي ويلكم أخاه أو أخته، يحمل سكينة يريد يدخل هذه السكينة في بطن أخوه، نفس المشهد نفس الصورة اللي في ذهنه. منو دا يربي أولادنا؟ منو دا يربي أبنائنا وبناتنا؟ الطفل العربي يعني أطفالنا وقبل أن يبلغ 18 عام يقضي أمام شاشة التلفاز 22,000 ساعة، أرقام لا تصدق، مقابل 14,000 ساعة يقضيها في المدارس. مدارسنا معلوم المناهج الضحلة الباهتة إن لم تكن مناهج مضاد، مناهجنا في العالم العربي والإسلامي من أضعف المناهج في أي منطق حتى بالمنطق الحضاري. فالجيل منفصل عن تاريخه، مائع متحلل ضعيف الإرادة ضعيف الشخصية، هاي مدارسنا تنتج. 14,000 ساعة يقضيها في هذه المدارس و 22,000 ساعة يقضيها مقابل شاشات التلفزيون. هذه مو نواقص خطأ؟ المشاهدة لهذه البرامج تفرز السلبيات، السلبية، الأنانية، عدم التعاون مع الآخرين، عدم الإحساس بمشاعرهم، السخرية منهم، التقليد الأعمى للآخرين، اللجوء إلى العنف، عدم الشعور بالأمان، الشعور الدائم بالخوف. إحنا يجب أن نهتم. وأنا أظن من أفضل الأعمال التي نعملها مضافا إلى التوجيه الفردي، الأب لازم يكون موجه، لا نقول ما نعرف، إحنا كثير من الأشياء ما كنا نعرفها تعلمناها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إحنا عندما ولدنا أخو ما كنا نعلم، لا تقولون ما أعرف، تعلم. ما أعرف أحكي ويا ابني، هو تعلم، واحد يتعلم،
ما دام واحد في هذه الحياة أكو مجال يتعلم، تعلموا كيفية التعامل مع أبنائكم، لنتعلم يعني نتعلم كيف نتحدث. آباء ما يتحدثون ويا أبنائهم، أمهات ما يتحدثون ويا بناتهم، يجب أن يتحدث، هذا مربي، هذا موجه. في الأحاديث اجعلوا أولادكم وزراء لكم في مرحلة عمرية معينة، وزير لك، اصطحبه معك. وحق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه، يعني تهذيبه، ويعلمه القرآن. بعدين هذا الأب بعد 50 عام، بعد 60 عام، بعد 80 عام، أنتوا في جنان الله إن شاء الله. وإذا بالملائكة، يعني تصورنا، يأتون إليكم بطبق من نور، يعني هكذا يحتمل أن يكون. تقول: ما هو هذا الطبق؟ يقول: ابنك في صلاة الليل دعا لك، رب اغفر لي ولوالدي. هناك واحد يفرح بالله. بالحسن، بالحسين، بالأئمة، بالأطهار.